الآن نتجه إلى بغداد مشاهدينا، ورح نتعرف على عائلة نادية حبيب اللي هي أم مجتبى من بغداد الأعظمية. هذه أرملة، زوجها استشهد وترك على عاتقها 4 أطفال، ويعني هي دا تمر بظروف صعبة جدا، ودا تحاول مع صديقتها اللي تدعمها دائما وتسندها بأفكار إنه تفتح مشروع مثلا هي ذكرت إنه حتى سائق تاكسي اشتغلت، والشغل مو عيب بس المصايب من تجيها الدفعة واحدة ما ترحم بحال هذه المرأة. أم مجتبى دا تصارع من أجل إنه تحمي أولادها، ويعني دا تصارع لأجلهم لحتى يكبرون ويعيشون ولو عيشة كريمة بهذه الأيام اللي عليهم. وحتى مرت عليها أيام رمضان السابق طبعاً أنه ما تقدر تأكل وتوفر الفطور اليومي والبسيط إلها ولأطفالها. فهل هذا الحال يرضي أحد من عندنا؟ أكيد لا. نتابع التقرير. لقطة متحفية يعشقها الانطباعيون والرومانتيكيون وأتباع الواقعية. إننا في بيت ما منسوب إلى الأعظمية. بعض من استوطن في هذا المنزل قد سعوا إلى الاكتفاء بالقليل الأقل من الأثاث بما يوفر مكانا ملائما لطارق يزورهم على حين غرة. أنا أرملة زوجة شهيد وعندي 4 أطفال. زوجي استشهد بالطائفية الغبراء، قتله كان هو ضابط، وبعد ما يعني كمل الخدمة العسكرية مالته صار شيخ جامع حسبة لله. ويعني بالأحداث هاي صارت اختطفوا قتله عافلي 4 أطفال كانوا كلش صغار، يعني هذا كان عمره 4 سنين وهاي صغيرة عمرها 8 أشهر كان. ويعني كلش تعبت وعانيت الأمرين، والله مرت علينا أيام وليالي إحنا ما عدنا مصرف. ثقوا واعتقدوا بالله، أنا مريت برمضان من الرمضانات إحنا 3 أيام ما عدنا يعني فطور نفطر. سبحان الله، والله على فطور الجوارين، لأن إحنا نتبادل الفطور. فأول أيام رمضان يعني شي دزونا الجوارين نفطر عليه، والله العظيم الله شاهد على ما أقول. الأبواب موصدة، لم يمر بها قبلنا سوى الريح. خلى البيت لا خفقة من نعال ولا كركرات على السلم. غادرنا الشتاء يجر أذياله الباردة وأوكل مهمة الثأر من هؤلاء إلى الصيف. بقايا غداء انقضت مهمة تدبيره، ولا بد من جلسة تفكر وتدبر للعشاء. سبحان الله، يعني الراتب اللي يجينا والله العظيم سبحانك يا رب رأسا يروح للإيجار وللسحب زين. فحتى الإيجار يعني ماكلني أكل آني والجهال، وثانياً أنا هواي اشتغلت شغلات يعني ما أقدر أوصف لكم إيش قد اشتغلت، لدرجة ثقوا بالله العزيز إنه اشتغلت تاكسي. يعني عندي صديقة من صديقات الله يرضى عليهم محمد يا رب وينصرها دنيا وآخرة، ساعدتني يعني مساعدات ما أقدر أوصفها، يعني كل مشروع هي تداين المبلغ، وسبحان الله يعني ما ينجح المشروع سوى إنه ملابس اشتغلنا، سوى إنه يعني هواي مواقف. تالي آخر شيء قالت لي يعني قبل يعني فترة مو قصيرة، قالت خلني نجرب شغلة التاكسي. وحتى هاي شغلة التاكسي هم جربتها، بس اندعمت السيارة ودعمت ابنية وهم يعني سبحان الله فشل هذا المشروع. فسحة أنيقة متقشفة، الورد رغم الفقر في الأرجاء ينمو. ثمة مكتبة مثل المنمنمة تقول صاحبتها وهي تتصفح ما بين دفتيه من ورق: كنت مثل الكتاب أخفاه طي، فاستدلوا عليه بالعنوان يلم شعف الناس، منشورة أشياؤهم كالحكايات، هدوء يهادن العاصفة. فيعني هسه والله عايشة على المساعدات على هاي،
زين هاي عندنا بالنسبه للاغراض والاحتياجات ناخذها الحمد لله وشكر الله مسخر لنا واحد جوانا يعني بدي ناخذ من عنده. لو تنزل وتشوف ايش قال علي قائمه ديوني تتفاجئ. بس شو اسوي هي احتياجات يعني. ثانيا ذول اطفال هم يردون ومو مأذين. اللي خانقني من ناية المكان والبيت وخصوصا يعني هسه من نزل الراتب مال المتقاعدين يعني فد شيء ما اقدر اقول لك قمت ما اقدر ثق واعتقد يعني اني كل شهر على الراتب اداين للايجار ما اداين للمصرف. انا اشد الشرقيه واخويا سعد البزاز وعضيدنا واخو الفقراء كلهم وابو الايتام والله العظيم يعني سبحانك يا ربي الله يعينك على الخير وفعل الخيرات جديات ومو مجامله يعني اللي دا تسوي فد شيء مو قليل ابدا مو قليل يعني. وان شاء الله يا ربي الله ينصرك دنيا واخره مثل ما دا تنصر الضعفاء. فاريد من الله ثم من عندك يعني مساعدتنا. هذا حال أم مجتبى، شفتوها شلون تعاني الأمرين؟ يعني لا الإيجار تقدر تدبره، لا فلوس خط الكهرباء تقدر تدبره، ولا المعيشة اليومية هي مدبرتها. امرأة تكافح بس وين الحظ؟ وين نصيبها من هالدنيا؟ الله أعلم. خلونا نكون معها باتصال هاتفي. رمضان كريم أم مجتبى. السلام عليكم ورحمة الله، الله أكرم، رمضان مبارك عليكم عيوني. الله يسلمك وعليكم ان شاء الله. شلون حال الاطفال ان شاء الله بخير؟ والله الحمد لله كلهم صايمين الحمد لله وشكر. هاي السنه الثالثه هم يصومون الحمد لله. هاي اول سنه هم يصومون؟ لا والله هاي ثالث سنه. ثالث سنه، الله ينطيهم الصحه والعافيه وان شاء الله صيامهم مقبول ودعواتهم مرفوعه الى السماء باذن الله تكون مستجابه. اللهم امين يا رب العالمين، ان شاء الله جميع العراقيين يفرج عنا هاي الغمه بجاه لا اله الا الله. الله يسلمك ام مجتبى، اني اهنيك واحييك على هالاصرار اللي عندك انه لازم تشتغلين لحتى تعيشين اطفالك رغم انه الظروف الصعبه اللي مرت على كل العراقيين وانت اول وحده بيهم ممكن انه يعني احبطت جميع النساء. ولهذا المراه العراقيه حاليا هي امراه مظلومه بكل معنى الكلمه، وبنفس الوقت هي امراه صامده بكل معنى الكلمه. فاني احييك على هذا الصبر وعلى هذا الاصرار لانه تريدين تعيشين اطفالك بستر وعافية. الله يخليك حبيبتي رحم الله والدك. والله اخبار يا اختي هي هاي الحياة امتحان اختي بارك الله انا من خليل بي اذا من الظهر والرابط ويعني نتحمل كل اللي الله خلانا فيه ونحب الامر الى الله شلون راح تمر الحياة لازم نصبر الصبر الجميل. والله الحمد لله والشكر شو سوى ماشي الحياة ان شاء الله ورب هو على الاوض ومن الاوض ان شاء الله. يا ربي الله يسهل لك طريقك ويحفظ لك اولادك وان شاء الله طبعا يعني الاولاد يكونون يعني يشوفوك انت المثل الاعلى بحياتهم لانه فعلا انت امراه تجاهدين في سبيلهم لذول الاولاد. انا حبيت اسال عن الاهل ان كان من صفحه يعني الوالد او انت حضرتك اهلك، هل هم دي يساعدوكم بشيء معين يقدرون يحتضنوكم انتم ببيتكم لانه انت ملزمه بايجار، فمن الممكن ان تنحل هذه مشكلة بأنه تقعدين وياهم. مو مشكلة عزيزتي، أقول إنه أهل الوالد أو أهلك أنت ليش ما تقعدوهم يومكم يومهم بالبيت أنتوا؟ لأنه أنت عندك هم الإيجار كلش كبير. أهلي أهلي اي اهلك يقدرون هم مقصرين ولا اهلي ولا عيالي باشر وراء احساب وقتها مو مقصرين بس يا اختي يا حبيبتي كل من يساعد على قد ما قدرته والحياه صعبه الحياه مو مال مساعده يمكن كل العراقيين يدرون العراقيين بالذات حياتهم ما تفضل رزق النوم الانسان الا وحده زين انت وحده تلحقين للعيشه تلحقين للعيشه تلحقين للظهر انا دوري ليش يريدون هالصغار انا عافيهم كلهم صغار صغار رحمات عمر نعم زين واني لا عندي بيت وغيرتي والدتي متوفيين اصلا قبل حتى ما اتزوج نعم نعم انا قلت خطيئه مليون عيالي
بتنيتي في الحراسه عزيزتي. اكيد طبعا، بس انا مقصدي انه هالباب مال الايجار انت ايضا همينة، يعني انت مجبورين العالم يساعدوك، مجبورين الاهل يساعدوك، لانه انت وضعك وظرفك يعني خاص تعتبر، فلهذا انا اقترحت عليك هذا الاقتراح. بس اذا يعني هم انا اقول يعني انه الناس ايضا هي يعني ما لاقيه تعيش الا نفسها، بس بهيك وقت وبهيك محنه لازم نتكاتف وان كانوا اقرب للناس انه صحيح ولا لا؟ اي صحيح والله. شو تسوي ترى ظروف على الناس كلها صعبه حبيبتي. الله يسعدك. انا جزء زايد عن اللازم، لان انا شملي هوايه يعني صعبه، واحد بهالحياه كمل 4 أطفال وايجار ومعيشه، وانت يعني تلحقين تشتغلين، تلحقين تربيهم وتغذيهم، تحسيهم، تربي كل شيء، بس الله اكبر من هنا ان شاء الله. ان شاء الله عزيزتي. وهذه صديقتك هي بعدها تدعمك وتنطيك مشاريع وهذه، ولا يعني راحت الحال سبيلها ايضا هي هم شويه؟ ذكرتي انه احدى صديقاتك هي كانت تدعمك وتنطيك يعني افكار لمشاريع، انه انت بنفسك يعني تقومي بها ويعني يعني تساعدين نفسك بها، فهل هي بعدها موجوده وياك ويات مساندتك؟ بدأ صوتي يتقطع. خلينا نشكر صديقتك لأنه هي دعمتك بوقت أنه أنت جدا محتاجتها، ونحييها أكيد لها ونقولها مشكورة على الأمور اللي أنت كنت بحاجة لها. نعم. أم مجتبى تسمعيني أم مجتبى؟ والله يا أم، والله يا أم مجتبى، الله من يسخر ناس لناس، فأكيد إلا بيها حكمة، وإن شاء الله تعبها ما يروح، والله يجازيها كل الخير. أم مجتبى من الأعظمية بغداد، نصيبك من خيرات رمضان، من سلة خيرات رمضان، هي راتب رعاية لمدة 3 سنوات قيمته 5,400,000 دينار عراقي. إن شاء الله هذا الراتب يحسن من وضعكم المعيشي. شكرا جزيلا لك.